المغرب، المغرب في الأمام، المغرب تتقدم. سفيان يا أبا سفيان، ابني سفيان، حبيبنا سفيان، بطلنا سفيان. المغرب، المغرب، تحيا المغرب، تحيا المملكة المغربية. على عيني وراسي يا سفيان البقالي. الذهب للذهب، الذهب للذهب، ذهب عيار. Sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really... اول شيء كنبغي نهديه هذا اللقب هذا سيدنا الله ينصره، وكنبغي نهديه كذلك الشعب المغربي والام والاب ديالي كذلك وهذا المنبر هذا، وكنقول لهم شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نبقى دائما متالق ودائما رافع الرايه الوطنيه في جميع المحافل الدوليه ان شاء الله. بالنسبه للسباق اليوم السباق كان قوي، يعني ما كان سهل كما شفتي السباق، الكل كان كيقول انه غادي يكون سريع، لكن السباق اليوم كان تاكتيكي بزاف. يعني انا كنت موجد كلتا حالتين، يعني كنت كنقول السباق الا كان غادي يكون سريع فانني كنت غادي نكون موجد للفه الاخيره، او انني غادي نمشي في الريتم اللي غادي يكون سريع، اولا غادي يكون بخطط تكتيكيه كما شي قاموا بها الاعداء اليوم. داكشي اللي كان، وكنت موجد الحمد لله لكلتا الحالتين، وفي الاخير توج ميداليه ذهبيه، اللي هي ميداليه غاليه كتنضاف الراس ديالي.